هذا وقالت مصادر الحدث إن اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لا يسوده تفاؤل كبير حيال المفاوضات، وسط خلافات بين عدد من أعضاء فريق التفاوض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريق المفاوضات الإسرائيلي بعد أن أعطاه تفويضا واسع النطاق لإطلاق سراح المختطفين، معتبرا أن الإحاطات الصادرة عن الفريق المفاوض لا تؤدي إلا إلى تصلب موقف حماس والإضرار بالعائلات وتأخير إطلاق سراح المختطفين. مصادر الحدث قالت إن إسرائيل تضع سقفا جديدا للتفاوض يثير قلق الوسطاء من إمكانية إحراز تقدم. وتأتي الانتقادات بعد أن أشار نتنياهو إلى مواصلة السنوار المطالبة بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي حتى تعيد حماس تنفيذ فظائع 7 أكتوبر. هذا ومن المتوقع عودة جلسات التفاوض برعاية الوسطاء بين حماس وإسرائيل الثلاثاء المقبل.